وتفضل المايك. السلام عليكم، يسعدني مساكم جميعا، وشكرا جزيلا لإدارة النادي السعودي على رأسهم طبعا طبعا رئيس النادي والنائب والجميع على استضافتي للمرة الثانية. فإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن برنامج مندلي. أنا بحاول بقدر الإمكان يغطي معظم جوانب هذا البرنامج الرائع. من هذا البرنامج يحتاج أغلب الطلبة الوقت الراهن جميع المستويات، من طلاب بكالوريا وماجستير ودكتوراه، وبإذن الله تعالى راح نتكلم عنها في نتكلم عن المحاور لورشتنا اليوم. طبعا اليوم بإذن الله تعالى راح نتعرف على برنامج مندلي وأهمية برنامج مندلي، مزايا وعيوب برنامج مندلي، كيفية تنزيل وتشغيل برنامج مندلي، ومثال تطبيقي. طبعا ما هو برنامج مندلي؟ طبعا هو برنامج يقوم بتصنيف تنظيم المراجع، أي كان نوع المراجع، كتب، مراجع، أوراق علمية، أي طبعا مصدر علمي ممكن إضافته في المندلي. طبعا والقيام بفهرستها بأي أسلوب من أساليب الفهرسة المعروفة، مثل IEEE بالنسبة لطلاب الكمبيوتر ساينس والهندسة engineering، والEPA والMLA طبعا هذه يستخدمونها أيضا لطلاب الكمبيوتر ساينس وطلاب البزنس administration وخلافهم. طبعا تقوم من ضمن المزايا تقوم بإضافة التعليقات وتظليل النصوص في ملفات البي دي اف، لما نحاول قراءة أي مقال علمي موجود في نفس البرنامج. يمكن الباحث من التنقل عبر مكتبة الشخصية بسهولة تامة، يمكن البحث داخل المكتبة، طبعا إذا صار عندنا بتكون مكتبة موجودة في بالويب طبعا، وبيكون هناك أيضا برامج موجودة، مثلا زي ما نقول إنه موجود على الديسكتوب، وأيضا يكون موجودة على شريط الويب. فهذا يمكن الباحث من البحث على أي موضوع هو يعني يتطلع له، أو عنوان لورقة علمية يتطلع لها. طبعا أيضا يتيح العمل مع الزملاء الباحثين على نفس البحث، يقوم بإنشاء جروبات بحثية ويشارك الباحثين في هذه الورقة العلمية، يمكن ورقة علمية واحدة أو أكثر من ورقة علمية. هذا بيسهل عملية التواصل بين الباحثين. أيضا يتوافر، طبعا هذا البرنامج يتوافر على جميع أنظمة التشغيل المختلفة، ويندوز، ماك، وخلافه، وأيضا يتواجد على الأجهزة اللوحية زي الآيباد، وأيضا موجود. بس أنا بالنسبة لي عشان أكون صريحة مكتبة هذه المعلومة، لأنه أنا ما وجدتها عندي في اللي هو نظام الاي او اس اللي هو الايفون، ما حصلت صراحة موجودة، لكن يقال انه موجودة في اجهزة الاندرويد. ايش هي مزايا وعيوب برنامج المندلي؟ طبعا بالنسبة لمميزات المندلي، مثل ما احنا اشرنا سابقا، انه تقوم بتنظيم وتصنيف المراجع، يعني كان نوع المراجع، عرض المعلومات المراجع بشكل تفصيلي، مشاركة المراجع مع الفريق البحثي أو المجموعة البحثية، واجهة سهلة الاستخدام، أيضا سهولة البحث عن المراجع ذات الصلة، إذا كان في مراجع كثيرة تم حفظها في مكتبة المندلي يمكن البحث عنها بسهولة تامة، وأيضا يتم البحث عن طريق يعني اسم المؤلف أو ممكن keywords اللي هو الكلمات المفتاحية. بالنسبة للعيوب،
مشاكل عند عملية المزامنة عبر أجهزة متعددة. أنت بتفكر تعمل سينكرونيزيشن يعني عبر أنك تقوم بمزامنة أو الملفات بين البرنامجين، هذه قد تحدث مشكلة إذا ما صار متوفر اللي هو شبكة الإنترنت. مشاكل في نظام البرنامج يمنع عملية المشاركة طبعا، وهذه يعني تتسبب فيها شبكة الإنترنت. مشاكل تكرار المقالات duplicates، أحيانا تكون فيه مشاكل ما تعمل يعني ما يقدر برنامج المندلي إنها يحذفها أو يشيرها يعني يشير عليها أوتوماتيكلي. لكن راح نشوف الطريقة إن شاء الله لما نعمل اللي هو التطبيق العملي. أيضا نسيان استشهاد على جملة ما قد يربك عملية ترتيب باقي المراجع، لما أنت تنسى تعمل تتذكر إنه يكون في جملة معينة وتنسى إنك تعمل لها citation، عادي جدا إنه تربك جميع ال يعني يعمل إرباك لجميع طبعا اللي هو باقي المراجع، الاستشهاد بباقي المراجع. طبعا هو مجاني، ولتنزيل البرنامج هذا طبعا الرابط يمكنك من تنزيل البرنامج، وأنا طبعا طلبت من إدارة النادي إنه طبعا مشكورين، أضافوا أعتقد تغريدة إنه يفضل إنه الجميع يكون عنده برنامج المندلي، يسجل برنامج المندلي عشان يسهل علينا إن شاء الله اللي هو تطبيق يعني تطبيق معي خطوة بخطوة. راح الآن نتجه إلى المثال التطبيقي. طبعاً أول شيء راح نقوم به، طبعاً لما طبعاً تضغطون على الرابط دايركتلي راح يحولك على هذه الصفحة. ما أدري واضحة. واضحة؟ طيب طبعاً راح تشوفون هذه الصفحة موجودة أول ما تدخلون. طبعا هذه صفحة المندلي، طبعا داونلود نيو فروم فور ماك، أنا بالنسبة لي جهازي ماك، ف يعني رحت ونزلت البرنامج فيرجن الماك. طبعا فيها ممكن حتى فيرجن للويندوز إذا طبعا كان جهازكم ويندوز. طبعا هنا يوريك بعض المعلومات عن المندلي ريفرنس مانجينج، طبعا ويعرف لك عن المندلي وش المندلي وخلافه، طبعا معلومات بسيطة. هنا تقدرين تعملين داونلود، وين اريد انا عاملة داونلود اصلا لنفس البرنامج او من هنا. طبعا انا بالنسبة لي يعني المندلي عندي، فبدخل على مكتبة اوريكم اجزائها. لما تدخلين على المندلي طبعا هي صفحة الرئيسية، ممكن تعملين دي من هنا سيرش على أي ارتكل أنت ممكن تبحث عنه. أنا بصراحة ما في موضوع شيء براسي، بس إن ممكن أضغط مثلا على أي ارتكل اسمي موجود، وطبعا تظهر اللي هو قائمة من الأوراق العلمية موجودة في طبعا هذه تكون متواجدة أصلا في اللي هو موقع السفير، بما أنه صار الآن هناك تعاون بين السفير وأيضا هو قاعدة بيانات السفير وأيضا مندلي. طبعا هذا الآن راح أدخل على مكتبتي الشخصية، طبعا هذا هو المكتبة الموجودة، أنا طبعا أضفت بس الأوراق العلمية. طبعا هذا هو المكتبة، صفحة المكتبة راح نجد فيها اللي هو قائمة من الأوراق العلمية، أوراقي أنا العلمية، ممكن إضافة أي ورقة علمية موجودة. من هنا راح نجد Add New، طبعا نقدر حنا نعمل Insert أو نعمل Add لأي ورقة علمية موجودة على
موجودة على جهازك الشخصي، أو ممكن أنت تضيفها مانيولي. بالنسبة مع الإمبورت لايبراريز، طبعا هناك مكتبات مختلفة زي الـ EndNote والـ RIS والـ BibTeX، من هذه تقدر أنت تعمل تستورد ملفات من هذه المكتبات إذا كان عندك، إذا كنت تعمل على مكتبة أخرى زي الـ EndNote. أيضا هنا اللي هو recently added، إذا طبعا أنت أضفت الملفات مؤخرا، طبعا recently read إذا أنت قرأت الملفات مؤخرا، وفي طبعا طريقة راح نقرأ فيها الملف، وأيضا ممكن عادي جدا نضيف تعليقات وأيضا نعمل لها highlight ونعلق عليها يعني الوضع بيكون مرة جميل وسلس. عند الفيفوريت أنت تقدر تختار طبعا ملفات معينة عبر إضافة، على سبيل المثال أضافة لما أضغط على أيقونة الستار دايركتلي راح يكون موجودة عندي هنا، هنا مثلا دايركتلي راح ينتقل الملف إلى طبعا تبويبة papers. هنا الماي ابليكيشنز طبعا هي الاوراق اللي اوريدي انت نشرتها او المنشوره. طبعا التراش تقدر انت تحذف اي طبعا دوكيمنت موجوده. بالنسبه لي انا هنا طبعا هنا تقدر انت تعملها كوبي هم السايتيشن او حتى الليتك سايتيشن او بيب تكست، يكون انتري تقدر تدخلها على البيب تكست لايبراري. هنا طبعا الكولكشن بالنسبه لي هذا انا اوريدي انشات فولدر واضفت فيها طبعا ورقه واحده، بس ما عندي احد بصراحه، ما في اشخاص مشاركين معي في هذا عن هذه، انا بالنسبه لي مجلدي، بس انا هنا طبعا انشات جروب وما في معي احد حاليا يعني اتشارك معه الاوراق العلميه. بس راح أوريكم مثال يمكن أوضح أكثر عبر اللي هو المندلي، لما مندلي اللي هو فيرجن مندلي الموجودة في الديسكتوب. بالنسبة لهنا طبعا رحنا نرجع طبعا هنا عندنا references also، بتكلم عن هنا التفضيلات موجودة أنا بالنسبة لي هنا الأونر إضافة أشخاص آخرين. هنا السيتنج، هنا أجزاء أخرى، عن هنا سكوب بروفايل سبسكريبشن نوتيفيكيشنز كارير سيتنج أبل إتسترا، طبعا معلوماتكم كاملة. أيضا طبعا كيت سبورت أند جيب فيدباك إتسترا. من هنا طبعا يعني نقدر اصلا اول ما تفتحون الشاشه اول اللي هو الصفحه الرئيسيه يمكنكم من اختيار انكم تقومون ب طبعا هذا كمان نعمل فلترينج للاسماء عبر الاوثرز او يو كان تاج ذم، بس أو في الصفحة الرئيسية تقدرون في داونلود للديسكتوب، فيكون عندك أصلاً فيرجن للديسكتوب اللي هو مكتبة المندلي في الديسكتوب. جداً جميل وسهل. إحنا الآن أعرفكم على الديسكتوب بالنسبة لي أنا، هذا هو فيرجن للديسكتوب. وكمان يمكن عادي يكون موجود أيضاً أيقونة فيرجن يكون موجود على الويب، صفحة اللي هو متصفح الويب أيا كان هو جوجل كروم ولا سفاري ولا أيا كان، راح نتعرف على فيرجن المندلي الديسكتوب. آه
طبعا ويلكم تو مندلي. راح يجيكم الان، انا اوريدي عملت انستول للريفرنس مانجر، وايضا سايتيشن بلجن ان مايكروسوفت وورد. هذه مره جميله ومره مهمه، راح تظهر باكج المندلي في الوورد، وراح اليوم نتكلم عنها واعمل لكم مثال بسيط كيفيه استخدام المندلي في ملفات الوورد. طبعا هذه يا بنات، انا متعوده على المحاضرات فعادي. فمن هنا راح كيت ان اون راح يعمل لك تعريف جوله عبر البرنامج، راح يكون فيه مينتننس يعني سون. طبعا هذا هو الان صفحه مكتبه المندلي، اظهر امامكم الان اللي هي قائمه من الملفات، وراح نجد الان عندنا اللي هو أدوات عبارة عن قوائم، قوائم مختلفة على شريط الأدوات، وهذه طبعا قوائم موجودة على شريط العنوان، هذه الأدوات، وكذلك قوائم جانبية مختلفة. وطبعا نتكلم عن القوائم الجانبية، عملها تقريبا مشابه للقوائم الموجودة في شريط العنوان. فعلى سبيل المثال راح نتعرف على القوائم الجانبية بما أنه أسهل. هنا الآن راح نلقى all documents، راح نجد الآن قائمة من جميع documents recently added، الملفات اللي تم إضافتها مؤخرا، recently read اللي تم قراءتها مؤخرا. طبعا أنتم تضيفون جميع الآن الملفات definitely، مو كلها راح تقرؤونها، لكن هذه راح تضح لك. طبعا راح أوريكم كيف أنه في ملفات ممكن قراءتها، يعني تم قراءتها مؤخرا، والتي لم التي لم يتم قراءتها. فهذا كمان يوضحها مكتبة المندلي. الفيفورتس نيدز ريفيو، معناها ذلك انه في معلومات ما تكون واضحه يمكن اضافتها، معلومات المؤلف فور سايتيشن، يعني ممكن يكون مثلا الير ما تكون صحيحة، الفوليومز إيشيوز، الأبستراكت يتم التعديل على الأبستراكت، أيا كان يتم التعديل عليه. فهذا هو المعنى من طبعا الأوراق التي تحتاج إلى مراجعة. أيضا الباب أبليكيشنز، طبعا الأوراق اللي تم نشرها مسبقا، أنسورتد اللي هو الملفات اللي تم حذفها من نفس الفولدرز أو من نفس المجلد، وما راح تنحذف نهائيا، راح تكون موجودة في المجلات التي أسميها دائما ملفات اللي تكون ضايعة. فوين تروح الملفات الضايعة؟ تروح هنا في الأنسورتد فولدر. هذه طبعا الملفات اللي أنا أنشأتها مؤخرا، ممكن طبعا إنشاء أي فولدر وإضافة الملفات المختلفة، راح تعرف عنها اليوم. هذه بالنسبة لنا الجروبس، جروب عندي، ممكن إن طبعا إنشاء جروب وتحديد الأشخاص تودون مشاركتهم الأوراق العلمية. أنا طبعا all delete documents بالنسبة لي مش موجودة. أيضا هنا نجد قائمة من أسماء المؤلفين، مؤلفين الأوراق العلمية الموجودة هنا، وممكن فلترتها عبر طبعا اسم الاوثر، ولا فلتر باي اوثر كيبوردز كيوردز نادره، اور فلتر باي ماي تاج، فلتر باي ببليكيشنز دور النشر المختلفه اتسترا. طبعا خلوها احسن على الاوثرز. بالنسبه لهنا اللي هو هتعرف الان على اللي هو قائمه الأوراق العلمية القائمة. طبعا أي ورقة علمية لما تنتشر على ورقة علمية دايركتلي راح تشوف اللي هي معلومات هذه الورقة العلمية، اللي هو اسم المؤلف، دور النشر، سنة النشر، الأبستراكت، المستخلص، مستخلص الورقة، الكيوردز، وكلها. طبعا إذا تحتاج إلى تعديل من هنا، طبعا ديتيل آر كوريكت تضغط عليها أوكي، لا يبي لها تعديل تضغط عليها عادي وتعدل. كمان هنا هنا أي طبعا منطقة، هذا اللي حلي مندلي. هنا النوتس، تكتب نوتس، أي نوت
أنا صراحة مثلاً أعجبني فانتاستيك وات إيفر على هذه الورقة العلمية، تقدر تكتب نوت. أيضاً مثلاً على سبيل المثال أنا راح أضغط رايت كليك على هذه الورقة العلمية ونكتب مثلاً أبديت ديتيلز، كان أبي أحدث هذه الديتيلز، أنا أشوف أنها كوركت، ديتيلز آر كوركت، خلاص. تظهر طبعاً هنا قائمة، نعمل رايت كليك على نفس اللي هو الملف، راح تظهر قائمة من الأدوات المختلفة، open file، open file externally، يعني إنه راح تفتح هذه القائمة عبر، طبعا هذا ما يحتاج، بس إنه تفتحها عبر اللي هو تفتح عبر برنامج ال PDF reader. أيضا كثير من صراحة اللي هو الأدوات الأساسية، rename document file، merge documents، mark as، هذه أنا أشوفها مهمة، copy as، formatted citation، latex citation تم تحويلها لأي version، latex ولا bibtex entry، export اللي هو الفايل، export PDFs with annotations، select all طبعا لكل الملفات، وايضا delete document اذا انت راح تحذفون الدوكيمنت النهائي، ما هي بريموف وراح تروح لل unsorted، لا تنحذف نهائي. mark as اذا كان read طبعا انت قراتها خلاص تعملها read، ما قراتها تقول unread. unread طبعا راح تفتح لك المجال إنه تقرأها وتعلق عليها. or favorite non favorite needs review reviewed. okay طبعا هذه راح تروح هنا، يعني الآن لو أضغط على needs review راح تروح ل ملف ال needs review، طبعا راح نراجع فيها معلومات الملف. الآن أنا عني صراحة مثلاً راح طبعاً هذه كلها راح أفتح الفايل وأبي أعدل عليه، أو صراحة أبي أقراه وأبي أعلق، تقدر تعلق عليه عادي بدون من أنه تنقلها لل PDF reader، ما يحتاج تروح تدخل وتروح تشيك تشوف الملف و تعلق عليه. والله أنا صراحة أنا عجبني هذه الجزئية. أوكي تقدر تعمل لها هايلايت، أي لون، البن، تعمل عمل البي دي اف ريدر. أيضا أنا بشوف بس أنا غير مقدر أضبطها، عندك تعمل هايلايت، من الممكن أيضا تكتب تحط نوت. والله أنا بصراحة مثلاً هذه الجزئية introduction الابستراكت جزء من هذا المعلومة أنا بعدل عليها بعدين أو راح أقرأها بعدين، ممكن تكتب نوت. أيضاً في طبعاً خيارات مختلفة، بس أنا مجلسة الحين أقدر أشوفها لأنه اللي هو قدر أشوف بس بعض هذه لأنه يغطيها الآن شريط زوم، ف راح بس يعني خلي أصغر الصفحة. طبعا هنا عندنا زوم، زوم إن، زوم أوت، زوم تو فيت، سينكرونيزيشن، وعندنا الهيلب. هتكلم كمان عن سينكرونيزيشن، طبعا هذه راح نرجع، طبعا هي في تبويبات مختلفة هنا، لو تفتحون جميع الملفات عادي تعدلون عليها وتقرؤونها. نرجع للايبراري مرة ثانية. أنا الآن راح أبي خلاص، أنا الآن عارف البرنامج، الآن أبي أنشئ مجلد وأضيف فيها الفايلات اللي أنا بستخدمها مثلا في هذه الورقة العلمية. تقدر الآن من هنا create folder، ولا حتى من هنا من هذه الأيقونة create new folder، ولا حتى من اللي هو الشريط
الموجود فوق، طبعا اد فولدر. طبعا احنا نعمل كريت فولدر هنا اسهل. مثلا اسهل مثال اي اي. اوكي طبعا الاي اي هذه انا صراحه ابي اضيف فيها اللي هو الاوراق العلميه اللي عندي موجوده. طبعا يا من هنا اد فايل، اوكي تضيف اي ورقه علميه، انا اوريدي عندي موجوده اوراق علميه. او ممكن مو بس كذا، تقدر اصلا تسحب الورقه العلميه تضيفها هنا، مو بهذه الطريقه. راح افتح الان الفولدر، راح اضيف هنا الورقه العلميه، حالا راح تتعرف عليها اللي هو برنامج المندلي. واكثر طبعا مو بس حتى ورقه علميه، اكثر حتى من ورقه علميه راح تنضاف عادي. يعني على سبيل المثال هذه كلها اقدر انا اضيفها هنا، راح يتعرف عليها دايركتلي. اوكي طبعا هذه بالنسبه لاضافه انشاء مجلد وإضافة أوراق علمية كتب أيا كان في المكتبة، المجلد الخاص بك بهذه المكتبة. أيضا نقدر مو بس حتى كذا، أنا ما أبي صراحة الحين فولدر، أنا أبي بس أضيف ورقة واحدة مثل ما قلنا عادي جدا من هنا إضافة، يا تسحب ورقة واحدة من نفس الفولدر أو من هنا add file، تضغط على add file تسحب بس تاخذ ورقه علميه ورقه واحده واوبن وراح تنضاف. ايضا يمكننا البحث عن اي ورقه علميه. والله صراحه كثير عندك اوراق علميه، طبعا انا حطيت اوراق بسيطه، لكن انت حملت 200 300 ورقه وبصراحه ما تتذكر الاوراق الورقه هذه، تقدر تعمل لها سيرش من هنا. مثلا على سبيل المثال خلينا نقول احنا انا الحين طيب في الاي اي، في الاي اي ما راح تلقى طبعا حسب الفولدر. لو راح ناخذ مثلا على سبيل المثال اللي هو الاول دوكيمنتس لكل المراجع، انت الان لما تضغط على اي مجلد وتبحث راح تشوف اللي هو الاوراق العلميه موجوده نفس المجلد، بس لما الحين اول دوكيمنتس راح يظهر لي لما مثلا اضغط على يا على عنوان يا على عنوان الورقه يا اسم المؤلف، راح تظهر لك طبعا القائمه ولها هايلايت للكلمه اللي انت بحثت عنها. طيب ايضا نحدث السينكرونايزيشن، الان انت اضفت اوراق علميه في المكتبه الموجوده عندك في الموقع، تبي تضيفها هنا، تبي يكون يعني الأوراق متواجدة في عدة إصدارات، فتستخدم أو تضغط على اللي هو synchronization. طبعا أنا هنا ما في لأنه للأسف طبعا راح يكون يعني فيها صيانة بعد فترة بعد وقت معين، فمن هذا الزر تضغط عليه دايركتلي راح الورقة العلمية الموجودة هناك راح تكون موجودة عندك هنا. في أي سؤال؟ أنا ماني بعرف صراحة إذا في أحد لحد الآن. أوكي ما أعرف، أنا ودي ريم العالم يعني you are okay. في أحد عنده سؤال لحد الآن؟ سواء ارفعوا يدينكم ولا اكتبوا لنا في الشات اللي عنده اي شيء عن هذا بالذات، عشان انا بنتقل للجزء الثاني لو كيفيه استشهاد استخدام المندلي. في احد عنده سؤال او استفسار؟ so far good يعني so far so good yeah. طيب راح الان راح نستخدم المندلي في نقول على ورقة علمية مكتوبة في برنامج الوورد.
بصراحة بيضيف فيها اللي هو عمل الاستشهاد من خلال برنامج المندلي، أحسن مني أسويها يدوي وأتعب نفسي، فعندنا البرنامج المندلي. خلنا الآن أجي أعمل تجربة معكم. طبعاً أنا أوريدي جهزت اللي هو ملف الوورد. طبعاً مثل ما قلت، إذا حملتوا مكتبة المندلي، باكج المندلي راح يكون موجود الوورد، برنامج الوورد راح تحصلونها في تويبة الريفرنسز، فوين تلقونها؟ بل أنا أحاول لك أكبر بس الصفحة، راح تلقونها هنا موجودة. بل أنا عشان أستخدم ماك، فيرجن ماك، بس الويندوز تقريباً طيب هو نفسه ريفرنسز، أوكي، كلهم موجودين حتى في الوورد. الآن عندنا طبعاً نقول أنا صراحة أخذت جملة عملت عليها على سبيل المثال عملت بارافريزينج لجملة، فلازم أستشهد هذه بمرجع ما، أو أخذت هذه الجملة من هذا المرجع. كيف؟ طبعاً أول حاجة راح أروح إلى insert، طبعاً أول أضع المؤشر جانب بعد النقطة، أو طبعاً جانب النقطة حسب نوع citation، أضغط على insert edit citation. إن شاء الله ما يسوي لي حركات. طيب حاول نرجع مرة ثانية. لأن هذه أحد المشاكل اللي كمان متواجه، إنه عادي جدا يعني ما يفتح معك المندلي. لازم تأكدون من الإنترنت وشبكة الإنترنت عندكم. أنا بس مرة ثانية بفتح الملف، أرجع أفتح الملف، نروح لقائمة الريفرنسز والمؤشر. طبعا راح ظهر لكم الآن مندلي سيتيشن إديتور. هنا عندنا خيارين، يا أنه الآن أضغط على أو أكتب اسم المؤلف أو اللاست نيم المؤلف، يعني في الغالب هو اللاست نيم، أحيانا حتى الاسم حسب. طبعا إحنا نقول طريقة السيتيشن، معنا على سبيل المثال أنا راح أختار اسمي وبشوف القوائم اللي هو أي ورقة علمية عن نشر هذا المؤلف، على سبيل المثال أنا بختار هذا، أعمل أوكي. طبعا وين أوكي، نرجع مرة ثانية، أختار هذا مثلا، أعمل أوكي. دايركتري راح تظهر لي، يظهر لي الرقم أنا مختارة، أسلوب citation أو أسلوب فهرسة خاصة فيني. أنا بالنسبة لي يعني أستخدم IEEE. هنا تجدون قائمة ستايلات اللي يعني المناسبة لكم، كل تخصص له أسلوب فهرسة يعني خاصة فيه. أنا عني مثل ما قلت IEEE، ممكن أشخاص آخرين هو APA اللي هو هذا اللي هو American Psychological Association and more. There is more، يعني تقدر تختارون أي أسلوب فهرسة مناسبة لكم. طبعا more style تقدر تختارونها من هنا، okay، Chicago، Harvard، etc. أو get more، طبعا تختارون أنتوا هنا تضغطون على أي نوع ستايل تقدرون تختارون هنا. من الابريبيشن اختصارات مسمية للأساليب الفهرسة. بعدين وفي ترى مجلات لهم أساليب فهرسة خاصة فيهم، زي MDBI لها أسلوب فهرسة خاصة فيه. Electronics
طبعا هي مجلات موجوده في هذه طبعا في هذه الدور النشر مختلفه، فلهم طرق يعني اساليب فهرسه خاصه فيهم. هذا الموجود طبعا دن. أنا كمان مثلا أبي في طريقة أخرى لإضافة اللي هو الفهرسة، نرجع مرة ثانية هنا، أنا ما بيها هنا، ما بأكتب، ما بتعب نفسي، أنا راح أروح هنا go to Mendeley واختار مثلا هذا، أوكي، وأعمل له سايت وبس. أيضا هذه بالنسبة للإيديتور. في طبعا طريقة أخرى، أتوقع الويندوز، أنا من شغال على ويندوز، ويندوز تقدرون تختارون أكثر من شخص. مثلا الجملة هذه أخذتها من عدة مراجع، 3-4 مراجع، تقدرون هنا تكتبون الاسم، أوكي، أكثر من واحد، طبعا تضيفون أكثر من شخصين، أوكي. أنا هنا ما أقدر، أنا عندي خيار اللي هو الميرج سايتيشن، أكثر من سايتيشن، أضيف أكثر من سايتيشن، أعمل له هايلايت وأعمل له ميرج، فيصير أكثر من سايتيشن عندي. طبعا بالنسبة لهذه ما يحتاج، فبالنسبة IEEE يكونون جنب بعض. ايضا في خيار اخر اللي هو دايركتلي، لما انا طبعا استشهد لهذا المرجع، في طبعا قيمه الريفرنسز، ريفرنسز لما انا اعمل استشهد بالجمله، خلينا نقول انا بمسحها هذه الجزئيه، اوكي، خلينا امسح هذا الكلام كله عشان بس اوريكم لما اضيف ال طبعا لما اضيف السايتيشن دايركتلي في قائمه الريفرنسز راح تظهر. على سبيل المثال خلينا نقول مره ثانيه ارجع، طب الريفرنسز شلون يا دكتوره نورا؟ من انسرت بايبلوجرافي، طيب دايركتلي راح تظهر. طيب خلاص، كل مره اضيف سايت أعمل سايت، دايركتلي راح تظهر خلاص، يعني أوتوماتيكلي راح ينزل في قائمة المراجع. يعني لما أستشهد بأي مرجع راح يكون موجودة في قائمة المراجع يعني دايركتلي. بس إيش المشكلة هنا؟ تذكرت إني على سبيل المثال حطيت 100 مرجع، فجأة تذكرتي إنك نسيتي تضعين مرجع هنا، هنا اللخبطة في مندلي. عشان كذا الواحد ما يعني يتأكد 100% إنه طبعا نتكلم عن الاستشهاد يكون يعني منظم، وأنه كل جزء عملته بارافريزينج أو أخذتها من مكان ما، من ورقة علمية، من كتاب، إلا أنت كاتب على جنب أنه ترى أنا أخذته من هذا المرجع. عشان وقت ما تسوي تنظم المراجع عندك، إلا المراجع يعني أوريدي، عشان ما تحوسك وقت ما أنت تبتدي تعمل طريقة السايتيشن. طبعا هذه اللي هو أيضا بعد جزء ثاني اللي هو تطبيق، طبعا هذا الشيء الأخير بعد أنا شرحت لكم سريع، هذا راح تفتح لك اللي هو المندلي وتضيفين فيها طبعا اللي هو السيتيشنز وخلافه. لحد الآن أوكي؟ في أي سؤال؟ استفسار؟ طب أنا عندي سؤال. سمي. طبعاً ما أشتغل على مندلي، أشتغل على الإند نوت. بس مثلاً في بعض الأحيان تكون المراجع قديمة، فلما تسوي لها إديت مباشرة
يعني لما ما يقراه البرنامج يعني زي تكون كأنها برنت أو شيء زي كذا، فيحتاج تدخلينها مانوالي. صحيح، نفس هذه من الأشياء اللي تضطرين إنك يعني أذكر. يعني لما كنت أستخدم، أنا بصراحة مندلية يمكن استخدمته فترة الدكتوراه كاملة، بس بعدين حذفته، وصرت يعني ما يعني صرت أستخدم برامج أخرى. بس فعلا أنا كنت فيه أوراق علمية قديمة 2003 و2002 already تكون زي ما يقولون scanned، فتضطرين إنه فعلا تعبينها manually. تمام. فطريقة التعبئة هنا هل هي تختلف ولا نفس الشيء؟ من هنا لما الآن تضغطين على، أنا بصراحة كلها الآن هذه معبة، بس تخيلي هذه نقول إنها ورقة علمية بس already مش موجودة هنا المعلومات، بتعبينها إيه زي كذا، تدخلين على الورقة العلمية طبعا تكون موجودة هنا، تفتحينها وتاخذين المعلومات ودخلينها عادي هنا. تمام. يعني تخيل هذه، ترى كنا احنا ندخل هذا محل اوكي حتى هنا نسمي مثال، بس انا التايتل موجود حتى عادي. حلو. ايضا في سؤال كمان، من اللي قالت لي انه الفابتس باي ناحيه الفابت ترتبي؟ رجع المراد الفابتك بالباليغرافي اتوقع تقصد، على حسب النظام. على حسب النظام والاسلوب، ايش اسلوبك هنا يختلف، لكن بالغالب يعني انا اتكلم عن تربل اي، لا ما له علاقه. EPA ما أعرف إذا هو يرتب، أنا بصراحة ما أستخدم عشان كذا ما بي، أنا عني IEEE فما أعرف عن EPA نظام. أتوقع إنه نفس الشيء عموما، يعني لأنه هو already programmed، فعلى حسب طريقة الفهرسة راح يمشي الشيء. طب خلينا نجرب يرتب. طيب شكرا يا خالد. طبعا فيه كمان شيء بوريكم اياه في البرنامج، هنا في التولات طبعا الفايل، وفي طبعا واتش فايل، طبعا واتش فولدر، طبعا الفولدرات، طبعا الفولدر اللي يكون مو اد، خلينا نشوف. تقدرين انت تختارين طبعا الفولدرز اللي يعني زي ما يقولون اللي ودكم انه طبعا تشوف المندلي او تطلع عليها المندلي. طبعا الامبورت والاكسبورت هذه طبعا حكينا عنها، سينكرونايز لايبرري اذا ودكم في تزامن بين المكتبتين. في شيء حلو اللي هو انستول، بالنسبه لي انا ما سويته، يعني ظهر موجود عندي في السفاري بس مش موجود عندي في الكروم، اللي هو install web importer. هذه لما تضيفونها أذكر إنه تضغطون عليه على أي ورقة علمية directly، يعني تظهر لكم زي الصفحة وتقدر تضيفون فيها اللي هو الأوراق العلمية من الويب، فهذه جميلة مرة بعد كمان تريحكم. وهذا فيو طبعا اساليب العرض المختلفه، عرض الملفات. فما اعرف اذا في اي سؤال اخر. اللي عنده اي سؤال عادي تفضل، لان تقريبا هذا يمكن اللي بشكل عام مره سهل المندلي، مرة سهل، مرة يعني أنا أشوفها من البرامج اللطيفة صراحة. شهد ممكن تفتحين المايك؟ افتح المايك. هل مندلي أفضل من باقي البرامج recently؟ yes. فيها زوتيرو أعتقد، أنا ممكن صح كلمتي زوتيرو أعتقد، أنا الحين جالسة أستخدمه، حلو
بس زي ما يقولون رجعت للمندلي. حلو، كلهم حلوين يعني، بس أنا الحين بديت حاليا رجعت والله للمندلي. بس مشكلته مع يعني أحيانا المزامنة. يا نعم نسيت شيء، إذا صار في ملفات متشابهة أو نقول duplicated files، كيف إحنا how to check إذا صار أنت يعني أضفتوا أكثر من ملف ودك تحذفينها كذا، بس أضفتوا 100 واكتشفتوا إن فيها 4 5 يعني ملفات معادة، فإيش الطريقة؟ عن طريق هذا الـ tools، تطبيق التولز، تختارون check for duplicates. check أنا طبعاً بالنسبة لي ما عندي no duplicates found in all documents، لكن عادي هذا جداً تظهر لك الملفات اللي يعني والمنسوخة، فعادي عشان تقدرين يعني عشان تقدرون تحذفون منها. كيف ممكن نرتب كجروب بين المراجع؟ نعم صح، شكراً يا شاهد. شوفي بيننا المراجع بحيث ما يروح الوقت بالتنسيق. شلون هذه؟ ما فهمت سؤالك فيها يا شاهد. شاهد تقدرين تفتحين المايك وتسألين؟ تارك المايك مفتوح الحين. على ما شاهد تجينا تذكرت الجروبز، شفيني نسيت الجروبز. طبعا الجروبز هنا عادي جدا، طبعا بالنسبه لي سويت جروب كذا شكلي، بس انه تقدر نقدر يعني تقدرون تنشؤون جروب تسمونه اي مسمى، انا سميت طبعا خلينا نسميه نورا كرييت جروب. طيب راح ينشأ الجروب عندي، اضيف الاشخاص، اعمل انفايت للاشخاص اللي ودي انهم يشاركوني طبعا بقراءة هذه يعني بقراءة هذه الأوراق العلمية، أو مثلا يكون في فريق بحثي ودنا حنا كلنا نتشارك بهذه الأوراق العلمية، سواء قراءتها استخدامها في سيكشن التشير ريفيو whatever. طبعا تعمل سند الانفايتس وكلهم يجون هنا وتتشاركون سوا، بس مو تشاركوا سوا وما في نت، لا لازم يكون في نت. اوكي طيب شهد تقدرين تسألين الآن ولا أنا كأني فهمت سؤالك أقدر أسأل بدالك؟ اسألي إذا يمكن فهمتي. طيب أتوقع شهد تقصد إذا إحنا قاعدين نشتغل على نفس الفايل وقاعدين نشتغل على نفس الريفرنس مانجر، يعني إذا أنا بسوي ابليكيشن مع سوبرفايزر حقتي وهي تبي تضيف ريفرنس من عندها، هل بيكون هذا الشيء في مشكلة أو لا؟ كذا صح السؤال شهد؟ شلون؟ يعني إذا إحنا بنشتغل على نفس الفايل، الوورد فايل والريفرنس فايل، أو إذا هم بيضيفون من عندهم، يعني هي أخذت الملف مثلا تعمل ريفيجن وتبغى تضيف مراجع من عندها، هذه في الجروبس إذا كانوا مع بعض هنا. تمام، يعني اي بس قصدي انه الايديتنج لما نعمل انسرت على الفايل نفسه ما راح ياثر فيه، لازم نضيف الملف بالجروب هذا اللي هو اللينك او السينكرونايز وورد. ايوه وصاروا مع بعض واشتغلون عليه مع بعض. جميل، كانه زي كانه زي مثلا مثل دروب بوكس، قبل يستخدمون دروب بوكس، زاتيرو، كلهم كذا نفس الشيء. جميل. طيب خالد إذا حاب تسأل ممكن تفتح المايك وتسأل. تفضل يا خالد. راضي. طيب الآن معلش جرب مرة ثانية. أهلا وسهلا، صوت واضح؟ إيه تمام تفضل. شكرا للنادي السعودي أولا، وشكرا لك أختي المقدمة ما أدري شو اسمك، وشكرا دكتور نور ما قصرتي. سؤالي هو هل
التطبيق هذا أو البرنامج عملي للقراءة اليومية؟ يعني النوتس اللي باخذها هل أقدر أستخدمه بشكل يومي للقراءة أو أستخدم تطبيقات ثانية مثل جود نوتس والنوتابيلتي والتطبيقات هذه؟ لأني أنا عندي مشكلة الآن أني ماني قادر أجد تطبيق مناسب للقراءة اليومية، أبغى شيء عملي، أضغط زر وأقرأ وأكتب النوتس وأقفل وخلاص. فهل هو عملي أو في برامج ثانية تنصحين فيها؟ شكرا جزيلا. والله يا أخوي خالد، أنا عني صراحة يعني كنت على المندلي، أنا فعليا على المندلي، أو بصراحة استخدم البي دي اف ريدر، قارئ الملفات البي دي اف، كنت صراحة استخدم هذا الاثنين أيام. أنت أول سنة يا خالد؟ أول أسبوع بعد، مو أول سنة. أول أسبوع، الله يكون عونك، الله إن شاء الله. في ون نوت one حلوة. sometimes yes أحيانا، بس أنا أتكلم عن نفسي، لا صراحة هذا يعني أستخدم سير مثلاً الون نوت ومندلي مع بعض. أتكد بي، جميل جداً، شكراً جزيلاً. لأنه حلو شغلة إنه يشمل كل ال يعني عقولتهم، يشمل كل الخدمات، كل اللي نبيه موجودة، فهذا هو اللي فعلا، يعجبني بس صراحة. المشكلة أحس إنه أحيانا يعلق ويصير فيه يعني هو مشاكل فعلا، هذه، أنا ما أكذب عليك، فعلا هو يعلق، أنا فما خلاني ما أعتقد أغير إنه طريقة. عملي القراءة. هو صراحة عني، أنا عني بي دي اف، يعني بي دي اف ريدر، كنت أضع جميل طبعا جدا، فيها النوتات اللي أبيها وأعمل لها هايلايت، هذا كنت أسوي صراحة أيام ما كنت أقرأ. بس جميل جدا، ون نوت شكرا جزيلا. العفو. سؤال آخر، هل في أحد عنده سؤال ثاني؟ شهد يمكن انحلت مشكلة المايك، وأنا آسفة على المشكلة اللي قبل، إذا حابة تسألين مرة ثانية أتفضلي، أو باقي حاجة بسؤالك ما توضحت ممكن تسألين يعني. إذا ما في أحد عنده سؤال، طبعا شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والله سعيدة كوني معكم المرة الثانية. اليوم شوي يعني ما بكذب عليكم، على شوي على أعصابي، لأنه عندنا يعني عندنا مناسبة، بس والله ما حبيت إني يعني حابة دي صراحة أدي على قد أخدمكم قبل ما أروح يعني أنزل تحت مع الأهل. فاللي عنده أي سؤال استفسار عن المندلي أو عن أي برنامج، أنا طبعا كتبت أفضل 10 برامج، وفي طبعا برامج أخرى والله بديت الحين أستخدمها زي زوتيرو وغيرها، أنا موجودة عبر تويتر، و يعني يعطيك العافية، مرة شكرا لك. طبعا باسم النادي السعودي أشكرك المرة، مو الثانية، المرة 20 على حضورك الله معنا يسعدك كريم، وعلى تجاوبك، وبالعكس يعني شكرا لك كل وقتك، وأنا آسفة جدا إذا إحنا عطلناك عن شغل، لا 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 والله وكان بالعكس، بكل بساطة ممكن نعيد جدولتها يعني، وما قصرتي صراحة على الوقت الله يعني، يعطيك يسعدك، العافية. وإن شاء الله خلينا نشوف بعدين إذا كان في برامج أخرى، يعني إن شاء الله، بس هاي قلتهم خليها يمكن نهاية نوفمبر، ولا إن شاء الله إذا في برامج تفيد الطلبة في الوقت الراهن، طبعا غير بندلي، بندلي رائع باي ذا واي، يعني أنا أقول لكم يمكن هو عشانه مجاني، أنا يعني في إند نوت بس هو المجاني صراحة. فنعم إذا الأغلب طلبة سواء دراسات عليا ماجستير أو دكتوراه، مكتبة الجامعة توفر الإند نوت، أغلب مكتبات الجامعات توفر صح الإند عليك، نوت، هذا شيء فعلا يعني كويس في هنا في بريطانيا، يعني إنه صحيح معك حق، في أكسس للموضوع يعني. صحيح
أنا أذكر أني ذكرت هذا الكلام أنه البرامج اللي تكون طبعاً البرامج غير مجانية توفرها الجامعة، فبس ما راح يكون طبعاً بجهازك الشخصي.